سادة والسيدات الحضور الكرام، تعمل جهات عديدة للوقيعة بين المدنيين والعسكريين وفرض تصنيف يقسم البلاد لمعسكرين لا يلتقيان، عسكريين ومدنيين، ملكية وعسكرية، وهو تصنيف مضلل وزائف. تستمر محاولات ترسيخه من أجل تقسيم الصف الوطني وإضعافه، وبذلك إضعاف البلاد بصورة عامة. لم يخرج ملايين السودانيين والسودانيات في ثورة ديسمبر المجيرة ضد المؤسسة العسكرية، بل توجهوا صوبها في سبيل انحيازها للمشروع الوطني الجديد الذي يضع حدا لثنائية الفساد والاستبداد، وينهي تسلط حزب واحد قسم البلاد ومؤسساتها ومجتمعها لثلاثين عاما عجاف. هذا المشروع الذي يجمعنا اليوم تحت سقف واحد هو مشروع يبتغي كهدف نهائي جيش حديث قوي مهني قومي موحد واحد لهذه البلاد، يعبر عن كل شرائحها المجتمعية وينأى عن السياسة، ومحصن من إقحام السياسيين له في حسم صراعاتهم حول السلطة. هذا المشروع يبتغي أولا وأخيرا أجهزة أمنية وعسكرية موحدة وقوية وحديثة تحمي البلاد ونظام حكمها الديمقراطي وأمنها الاقتصادي، وتتصدى للمهددات العديدة التي تحيط بها. السادة والسيدات حضور الكريم، في الطريق للوصول إلى هذه الورشة خضنا نقاشات جادة وعميقة وشفافة مع قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة الدعم السريع، تلخصت في ورقة أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، والتي تشكل الأساس للوصول لحل شامل يربط مبادئ الإصلاح والدمج والتحديث مع مشروع شامل لبناء الدولة وإصلاح مؤسساتها وإرساد عائم الحكم المدني الديمقراطي. تحلت قيادة القوات المسلحة والدعم السريع بشجاعة بالغة تستحق عليها التحية والتقدير، وهي تخوض هذه النقاشات، والتي على صعوبة ما تناولته من قضايا إلى أنها وفرت فرصة تاريخية لبلادنا تجنبها وإلا تتحرك والتمزق، وتعالج قضاياها الشائكة بالحوار الهادف البناء الذي يعي بأن الانتقال عملية متدرجة تتطلب الصبر والتركيز على بلوغ الغايات بصورة متوافق عليها من الجميع، وعلى رأسهم قيادات هذه المؤسسات النظامية والأجهزة وخبراءها ومفكريها. تأتي هذه الورشة لتضع النقاط على الحروف، ولتبني على ما تم من توافق حول الأسس والمبادئ، وتحكم التفاصيل الفنية التي تضمن الوصول لخطة مفصلة للإصلاح والدمج والتحديث، توصل بلادنا لجيش واحد مهني وقومي قوي يحمي البلاد ويصونها من كل المهددات التي تحيط بها. سيدات والسادة حضور الكريم، نفتقد في هذه العملية السياسية بعض رفاقنا الذين آثروا عدم المشاركة فيها، والذين لن نألو جهدا حتى نراهم ضمنها وجزءا من الاتفاق السياسي النهائي الذي نعمل على الوصول إليه خلال الأيام القادمة. إننا نتوجه إليهم مجددا بدعوة صادقة لتجاوز ما يفرقنا والتركيز على ما يجمعنا، وهو تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة وعدم سماح لبلادنا لأن ترتد لعقود الاستبداد مرة أخرى. سيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي بأن أتوجه بالشكر لأصدقاء السودان من الأسرة الدولية والإقليمية الذين لم يتأخروا عن تقديم السند لشعب السودان ودعم تطلعاته وآماله رغم ما وجه لهم من سهام جانب. هذه العملية السياسية السودانية بالكامل خاضها العسكريون والمدنيون عبر تواصل مباشر، وطوروا خلالها أفكارها ورؤاها، ورحبوا بتيسير وتسهيل الآلية الثلاثية والرفعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار الذين لم يتوانوا عن توفير السند الذي يطلبه أهل السودان. إن علاقتنا مع محيطنا الدولي والإقليمي تنهض على قاعدة التعاون والتكامل والمصالح المشتركة وتحقيق غاياتنا الوطنية العليا، وهو أمر تقوم به جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية بصورة تعمل على تعاطي السودان الإيجابي مع الأسرة الدولية دون مساس بسيادته ومصالحه، بمنهج يعالج سياسات الماضي التي عزلت السودان وجعلت منه دولة منبوذة. لقد أنهت ثورة ديسمبر المجيدة هذا العصر المظلم،
وها هو ذا السودان يعود مرة أخرى علما بين الأمم، يتعاون ويتكافل مع الأسرة الدولية والإقليمية كعضو فاعل فيها، يؤثر ويتأثر بما يدور حوله ويعمل لما فيه أمن وسلام وازدهار محيطه الإقليمي والدولي. سيدات والسادة الحضور الكريم، في ختام هذه الكلمة أحيي شهداء بلادنا الأبرار جميعا بلا استثناء، شهداء الثورة السلمية الذين خرجوا طلبا للحرية والكرامة، شهداء الحروب الأهلية والنزاعات القبلية الذين قتلوا بسبب سياسات المركز التي لا تلقي لهم بالا، شهداء القوات النظامية الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم في حماية البلاد وأمنها. إننا الآن أمام فرصة تاريخية نوقف فيها نزيف الدماء مرة وإلى الأبد، كل الدماء، فالدم السوداني واحد وكله حرام. هذه العملية السياسية وضعت قضية العدالة والعدالة الانتقالية في مقدمة أجندتها لترسي منهجا يقوم على كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وإبراء الجراح والتوجه نحو مستقبل جديد لبلادنا لا يقتل أو يظلم فيه أحد وتحترم فيه حقوق الإنسان ويخضع فيه الجميع لسيادة حكم القانون. هذا عهدنا مع كل من قدموا أرواحهم فداء للسودان، بأن نكمل مشواركه ونسعى خطى نحو التأسيس لمسار انتقال مدني ديمقراطي يضع معاش الناس وأمنهم في مقدمة أولوياته وينهي كافة أشكال التمييز وغيار العدالة. نحن نخطو خطوة مهمة في صباح هذا الشهر المعظم ونؤكد إرادتنا وتصميمنا على عبور ما تبقى من صعاب معا مدنيين وعسكريين، فهذا الشعب الصابر المسابر يستحق منا جميعا أن ننهي معاناته الآن ودون إبطاء أو تأخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعنا مشاهدينا هذه الكلمة للمتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر في الجلسة الافتتاحية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري، هي الجلسة الأخيرة من جملة خمس ورش من خلالها، يعني هذه الورش تعرف باسم ورش مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، وطبعا يتوقع أن يتم لربما التوصل أو توقيع أو تسليم مسودة الاتفاق النهائي للأطراف السودانية في ختام هذه الورشة الأخيرة كما ذكرنا. والمتحدث باسم العملية السياسية أشاد أيضا بجدية النقاشات التي جرت مع المكون العسكري، وعلى الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي شابتها طبعا هذه النقاشات خلال الورش السابقة، وبأن يعني بأن هذه الورش أو ورشة الإصلاح تناقش سبل التوصل لجيش واحد مهني وقوي من أجل التوصل ربما إلى مرحلة لعهد سياسي جديد كما أشار خلال هذه الكلمة كما ذكرنا الافتتاحية للجلسة الأخيرة لورشة الإصلاح العسكري والسياسي. طبعا هذه نذكر هنا بأنه أيضا كان في سلسلة جلسات وورش للنقاش، واستندت طبعا مسودة الاتفاق الأولية على مرجعيات عدة أو محددة، كان من بينها الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي الذي نوقش حتى مع القوى غير الموقعة، ومسودة الدستور الانتقالي وتوصيات ورش العمل الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية. نعود إذن لنستمع لما يأتي في المؤتمر. لهذه العملية إن الإصلاح الأمني والعسكري هو أحد أهم القضايا التي تجابه هذه البلاد، والاتفاقية تقول أنه بدون هذا الإصلاح إصلاح القوة الدفاع وفقا للترتيبات الأمنية فإن السودان لن يستطيع أن يحقق الديمقراطية أو السلام أو الاستقرار، ووفقا لاتفاق الإطاري فإنه يجب أن نصل إلى جيش موحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي، وأيضا أن يبعد الجيش من السياسة، وأيضا أن يعمل على إبعاد الجيش من كل الاستثمارات عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي
وأيضا جهاز الأمن والمخابرات يقتصر دوره على جمع المعلومات وتحليلها، وكل ذلك وفقا للاتفاق الإطاري. هذه الورشة ستكرس وقتا كبيرا جدا لعديد من القضايا الحساسة، ولكن لابد أن تكون هنالك ترتيبات، لأن هنالك التزام وفقا للاتفاق الإطاري، هناك التزام بالدستور وأيضا بحكم القانون، والمجتمع المدني لديه دور يلعبه، والسويد أن تقوم بدعم هذه الأدوار. ونحن مسرورون بأن نرى أن هنالك العديد من الخبراء الذين يحضرون هذه الورشة من أماكن مختلفة في العالم، بما في ذلك النمسا وإسبانيا، والخبرة تدل على أن إصلاح القطاع الأمني يمكن أن تكون عملية طويلة جدا حتى تؤتي ثمارها. ومثل أي رحلة طويلة، فإن الخطوات الأولى دائما ما تكون صعبة، وبالتالي نحض كل أصحاب المصلحة أن ينتهزوا هذه الفرصة حتى يخطوا هذه الخطوات الأولى مع بعضهم البعض، حتى يصلوا إلى قطاع أمني يفتخر به كل أبناء السودان. وقطاع أمني، نحن الأسرة الدولية نتعاون معه حتى نستطيع التغلب على كل التحديات الأمنية. شكرا جزيلا. وهي كذلك كلمة ممثلة الاتحاد الأوروبي. طبعا أطراف عدة تشارك في هذه الورش، ورش النقاشات، وهو الذي أشار إلى أن الخطوات الأولى عادة ما تكون صعبة في إطار أي تغير على المستوى السياسي، ولكنها فرصة كما وصفها لكل الأطراف التي لم تنخرط أيضا بهذا المسار، لأن تخطو هذه الخطوة من أجل تعزيز القطاع الأمني والوصول يعني إلى هدف يعني لمصلحة كل السودانيين. طبعا هنا طب نعود لنستمع. سأقرأ هذا الخطاب نيابة عن المجموعة الرباعية، النرويج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. ترحب المجموعة الرباعية الترويكا بافتتاح ورشة العمل، إن معالجة القضايا القانونية والدستورية والسياسية حول دور القوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى هي عنصر حيوي في أي انتقال من الحكم الاستبدادي للديمقراطية، ونشيد بجميع الأطراف الحاضرة اليوم على التزامها المسجل في الاتفاق السياسي الإطاري برؤية جيش مهني وطني موحد وواحد يتم إصلاحه. وعلى الرغم من وجود ثروة من الخبرة في بلدان أخرى انتقلت من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، أو دمجت وأصلحت قواتها الأمنية بما في ذلك في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، لا يوجد نموذج واحد للنجاح يجب على السودان أن يختار طريقه الفريد. ومع ذلك تشير تلك التجارب الدولية إلى بعض المبادئ المشتركة التي تحسن فرص النجاح في إصلاح قطاع الأمن، وتشمل هذه الرؤية الواضحة التي تقاسمها جميع الأطراف تقييم واقعي للأطر الزمنية والقدرة على تحمل التكاليف وضمان النتائج الكريمة واليقين القانوني لجميع أصحاب المصلحة. ومن الأمور الحيوية أيضا الالتزام السياسي الطويل الأجل المدعوم بالمشاركة والدعم
العامين. في أي ديمقراطية توجد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حماية الشعب وخدمته، وبالتالي فإن للشعب حقا مشروعا في أن يكون له صوت في هذه القضايا، وكما هو الحال مع ورش العمل الأخرى. وفي المرحلة النهائية فإن ورشة العمل هذه هي مجرد بداية لعملية، ولا يمكن توقع الخروج بخطة مفصلة طويلة الأجل. ونشجع المشاركين بكل احترام على التركيز على بناء الحد الأدنى من التوافق الآراء الضروري حول كل من الرؤية طويلة الأجل والخطوات التالية الفورية بعد إنشاء حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية. ويمكن بل وينبغي أن يطلع مجلس الأمن والدفاع الوطني بقيادة رئيس الوزراء بعمل أكثر تفصيلا على النحو المتوخى في الاتفاق السياسي الإطاري. وسيظل اتفاق جبهة للسلام نقطة مرجعية أساسية، ونحث جميع الموقعين على المشاركين على المشاركة الكاملة في هذه العمليات. وتقف المجموعة الرباعية والترويكا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم التقني مع احترام القيادة السودانية. ونرحب بورشة العمل هذه بوصفها خطوة هامة أخرى على طريق التوصل لاتفاق سياسي، ونشيد بالتزام الموقعين. وأخيرا نحث أصحاب المصلحة السودانيين الممثلين هنا اليوم على إظهار التصميم وحسن النية والمرونة والبراغماتية من أجل التغلب على التحديات المتبقية وإعادة تأسيس انتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية. فإذا كان هذا بيان باسم المجموعة الرباعية والترويكا طبعا في مستهل افتتاحية ورشة النقاش السياسي كما ذكرنا، حيث وصف مناقشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان بأنها عملية حيوية، وقام أيضا بالترحيب بورشة العمل هذه على أنها أو وصفها بأنها خطوة هامة للتوصل لاتفاق سياسي، وأشاد أيضا بالأطراف الموقعة والمشاركة في هذه المناقشات. نعود من جديد لنستمع إلى هذه الكلمة. السادة قادة كل الأجهزة النظامية بما في ذلك الجيش ودعم السرية، قادة الشرطة وقادة المخابرات والاستخبارات وقادة شركاء السلام، أصحاب السعادة السيدات وسادتي شركائي في الآلية الثلاثية، الاتحاد الإفريقي والإيجاد لافتتاح ورشة العمل حول الإصلاح القتال الأمني والعسكري، وهي الورشة الخامسة والأخيرة في العملية السياسية الجارية. أود أن أثني على أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الأمني والعسكري لبذلهم جهودا دؤوبة لإيجاد مقاربة مشتركة. إن حضوركم هنا اليوم هو مؤشر على إرادتكم في وضع احتياجات السودان، احتياجات البلد والسودانيين في المقام الأول، وإطلاق الجزء الأخير من العملية السياسية قبل التواصل إلى اتفاق سياسي نهائي. إن الهدف من هذه الورشة هو الوصول إلى فهم مشترك للإصلاح. هذا يشمل الإصلاح العسكري والإصلاح لجهاز المخابرات وإصلاح الشرطة والدمج أو الإدماج والترتيبات الأمنية. فالإصلاح هو مسألة قيادة، موضوع قيادة، ومسألة السعي المتواصل لإدخال تحسينات والقدرة على التكيف
والاستجابة لاحتياجات البلد. ويشمل مفهوم الإصلاح والإصلاح أيضا مواكبة أحدث التطورات في قطاع الأمن عالميا، وإدراك نقاط القوة ومعرفة مقامنا التحسن وامتلاك الرؤية والإرادة. خلال لقاءاتي مع مواطنين ومواطنات في كل أنحاء البلد سمعت دائما رسالة واحدة: بدنا دولة، بدنا جيش موحد واحد، ما بدنا جيوش، نحترم مؤسسة الجيش ونرب في جيش محترف واحد ليس جيوش بقيادة واحدة، وجيش يكون حديث، وجيش يكون جيد وبخدمة المواطنين والدفاع عن الوطن. سوف تناقشون مواضيع مهمة خلال هذه الأيام المقبلة، وقد تعتبر بعض هذه المواضيع حساسة، ولكنني ما زلت مقتنعا أن نقاط التوافق تفوق نقاط الخلاف بأشواط. وعامل أن تستغل هذه الورشة للمشاورات بناءة والاتفاق على التوصيات ستدخل في الاتفاق السياسي النهائي. وعامل كذلك أن تترجم هذه التوصيات إلى الأفعال وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة في عملية الإصلاح وإدماج القوات وتعزيز وتحديث قطاع الأمن. يجب أن تشمل هذه الجهود ضمان مشاركة أكبر للمرأة كجزء لا يتجزأ من المؤسسات الأمنية، بما في ذلك جزء من عملية صنع القرار. طبعا في تقريبا كل دول العالم فالمجال الأمني يبقى لحتى الآن مجال بهيمنة الذكور، لكننا نعرف كمان من تجارب الدولية أن دمج النساء في القوات الأمن عادة ما تؤدي إلى أمن أفضل للجميع. وأنا أعرف من جهود الأمم المتحدة في حفظ السلام أن وجود المزيد من النساء يحسن الأداء العام، حيث تتمتع النساء بوصول أكبر إلى مجتمعات ويلعبن دورا رئيسيا في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين. وينطبق الأمر نفسه طبعا على الشرطة وجوانب الأمن بشكل عام. إن النساء والفتيات هن من يدفع الثمن الأغلى عند انعدام الأمن، وهن سيكسن نجاح الإصلاحات والترتيبات الأمنية من خلال تأثير على ذلك الأمن وسلامتهم وسلامة مجتمعاتهم. هذا يشمل قدرة اللاجئين والنازحين على العودة إلى ديارهم، وقدرة جميع السودانيين على العيش بالمأمن من العنف والتمتع بفوائد التنمية الوطنية. إننا نرى ونشيد التقدم المحرز حتى الآن في دفع الترتيبات الأمنية القدامة، وأدعو جميع الأطراف إلى مواصلة هذه الجهود. آمل أن تؤدي نتائج هذه الورشة واستئناف المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية إلى تمهيد الطريق لاستكمال عملية السلام مع الجماعات المسلحة غير موقعة على اتفاقية جوبا، عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، لضمان تحقيق سلام شامل وعادل في السودان. وآمل أن تساعد الدروس والتجارب الدولية والتجارب السودانية نفسها التي ستتم مناقشتها هنا في هذه الأيام في إثراء التفكير وتجنب الانتكاسات والتأخير. ويمكن أنكم تتعلمون من التجارب الدولية من خلال هذه الورشة
ولكن بكرة يمكن دول أخرى ستتعامل منكم وستحوز السودان مثالا ونموذجا. ولهذا أحنيكم جميعا على أوقات هذه الورشة المهمة، وأمل أن تكون الخطوة الأولى لإقامة حوار مستمر حول الإصلاح والأمن في جميع مع جميع أسباب المصلحة المهتمين. وأود أن أثني على قوات المصلحة وقوات الأمن لتعاونهم في تحضير هذه الورشة. كما أود أن أشكر الأطراف الموقعة على الاتفاق الإداري على جهودهم المستمرة نحو التواصل إلى حل سياسي. أمل أن تندم على الأطراف الرئيسية التي لم تشارك بعد في هذه العملية، وأشجع جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية. نعرف أن اندماج هذه الأطراف الغير موقعة إلى الاتفاق الإداري الغير مشاركة في هذه العملية حتى الآن، نعرف أن اندماج هذه الأطراف وهم أصحاب مصلحة أيضا، أن اندماج هذه الأطراف يتطلب بعض المرونة من كل الجوانب.